كم شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. وياكم محمد. طبعا يا شباب، اليوم راح نلعب كوستم ماب فاير ذا بوتن. طبعا حبيت انزل كوستم ماب حلو. خلنا نبدا نشوف شكو بيه. ماكو هذا هنا من كتاب التعليمات، ما احتاجه، بس نلعب. وها هي هاي الشركة اللي في لا. يلا خلنا نبدا من هنا بالضبط. هاي المرحلة الأولى. طبعا ما لعبت ستون ذا لعبة، ستون نزلت قلت خلنا نلعب ويا شباب أصور أحسن. دور البطن بطن 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 يا شباب. نهاية الفيديو عاد أقول لكم إياها مو هسه. تشفت دور 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 اكيد بالاشجار حاطينه. ننتبه ايش السالفة. هاي هنا البطن دقيته. ها شوفوا سهل ايزي. طبعا هاي الكستم مابات يعني قبل شوية طبعا اعرف هاي البتن انه هنا. انا من شفت باركور هاي كنت يعني هنا حاطينه، لان هي هاي انا اعرفها. جميع الكستم مابات هيك موجود. هنا شو اسمه؟ موقف الاشجار فوق. خلينا ندور هنا. ما يحطون جو المي، جو المي زين. خلينا ندور. قلت تشتغل بروش البيت. اكو حفرة، ممكن ان يحطون حفرة. انا يمكن شفتوا شو اسمه الفاين زبط قبل الحلقة. والله هاي مبين عليها صعبة يا شباب، هاي مبين عليها صعبة. خلينا ندير بان ننتبه نركز. راح اركز هندي هنا لان صعبة مبينة. راح اسكت. اظن انه راح الكفه. لا والله ضربت بوري. ثاني يمكن حاطه هيك. شوف يمكن ضربنا بوري. نصعد هاي الشجرة. هاي الشجرة شكت بيها هواية. خل نصعدها، بس ماكو مكان نصعدها من دو. هاي مكسورة مثلا. نقول سوري يا شباب، سوري جبت رسالة.
صعبة، كلش صعبة. صعبة، لا والله لقيته، ما ادري شو لقيته والله يا شباب. حظ، ما راح اقطع بالتصوير، بس شباب قيموا لي المونتاج مالتي، يعني تعلمت على مونتاج مال شو اسمه كينج ماستر. كنت اسوي واحد مال مونتاج، واصلا المونتاج مالتي ابدا مو زين، مسحته ونزلت كينج ماستر، كينج ماستر وليس كينج ماستر. اوكي خلنا نقرب وش اسم المايك، بس اقرب صوت يمكن اوضح. لا رجعت، خلنا نبوع من هنا. ماكو شي، خلنا نستكشف بعد، خلنا نشوف لنا من باركور. صعبة، وحتى لو هو من كوبستون يصير صعبة، ما تبين الزر، ما يبين هنا لو يحطه، ما يبين هنا. والله يا شباب صعبة جدا جدا صعبة. خلنا نجرب نصعد هاي، خلنا نشوف شكل. ما يمديني يمكن، لا والله ما يمديني. جرب قرب مثلا بلوكتين، يمدينا ذا بلوكة أو بلوكتين. شباب يمكن راح، لا والله عبالي أن أحول جيمود، والله السالفة مبينة سهلة. لا والله يا شباب السالفة صعبة جدا جدا. وات، احاول يا موز، والله شوف احتمال احاول، راح احاول يا موز يا شباب وارجع. شباب طبعا رجعناكم بعد ما لقينا الزر، والله يا شباب يعني انه مستحيل اصعد، اقدر اصعد يعني، انت شفتوا هذا
الكروت مخفية حتى، والله ما مكتوب عليه، يمكن حتى انفجر او هيك شي ما يخلينا. ليفل 5 طبعا الموب كل اليوم خسراكم، ما عدنا شي. عدنا شي يابا؟ والله ما عدنا شي خسراكم. شوف حركات مال النوبية، شوف قديمة زينة كانت. شنو القبر هنا؟ تابوت. والله يا شباب ما شفت الفيديو ولا قعدت من اليوم ادور، وحق هذا الله. خلنا ندور، خلنا نحطه هنا. والله ابو الماب لوتي وين ما يبكيف، يحطها صعبها علينا ابو الماب في المرة. هي والله سهلها علينا بالعكس. ما جنجل هي شفنا الواقية جديدة وهاي لحظة كذب راسك راح يخاف عبايهم غشية. اوكي يا شباب، طبعا احتمال انه هذا الاسبوع اشتري بلاي ستيشن او مثل ما يسموه سوني 4، راح اشتري. عجبني انه اخذ واحد، ما كنت خالي ببالي بس قلت خل اشتري هيك تونس بيد. انا ما اخذ برمضان، تونس اكثر وهاي، وما انه صيام وهاي تعب، بس خل كل اسبوع اخذه احتمال اول وراه ان شاء الله ناخذه واسوي لكم انبوكسنج. ابو الماب صاير نوب. ابو الماب لك ابو الماب يعني انت تضحك على روحك ولا تضحك علينا؟ والله سؤال تضحك على روحك ولا تضحك علينا؟ شباب طبعا اذا تريدون تلعبون مابات راح اخليكم، يمكن اخليكم صورة التطبيق او لا فد يوم عود اشرح لكم عليه، اشرح لكم على التطبيقات وكل التطبيقات اللي عندي وشون بديت باليوتيوب وكل شيء. خلي اركز يا شباب لان هاي شوية صعبة، راح اسكت لان دا اركز. بنشوفون ساكت يعني مركز. يمكن يا شباب اكو صندوق بدقمة نحطها هنا، دقمة وزر مثل ما نقول. ما بالعراق عندنا شي اسمه دقمة، ما عندنا شي اسمه الزر. مرات من نقول زر،
ما هي شو تخبر على بعضنا نقول زر، بس احنا ما نقول زر، دق ما نقول دق ما. زين ثواني اكو كم حاطين زر بس ما نبين منه. هاي جا خلونا نصعد، لا اتخبل والله هسه. شلون هسه هاي بيها انا بالموب يعني الزر ما مخلي. ثواني يا شباب راح اقبالكم والله احول اقبالكم اليومون. حول جمود اخباركم ها شوية يطول. شوفوا كرياتيف كرياتيف، وين الزر؟ نكتب بوتن بوتن با ديش. شو نكتب بوتن؟ شلون هو موجود هنا أنا. هنا ليش نتفلسف وندور؟ هذا نجيب لنا هذا اي هذا شفت ونقوم نحطه بعدين نقوم ندوسه. شنو يضحك علينا والله يا شباب اخباركم ايش شو بالجيم ودفافة ندور وينه. يو شباب والله خدعة 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 خدعة. طبعا يا شباب صار 20 دقيقة يعني الفيديو اترك يعني هسه بعد دقيقتين تقريبا. خلي نوخر الجمود ثواني اوخر الجمود وارجع لكم. اوكي يا شباب طبعا رجعنا لكم. خلنا نبدا ندور هذا ويني شفتوا فعلا. لا والله يا شباب هاي صعبة كلش كلش صعبة يا شباب. هاي راد لي نايت فيجن حتى حتى راد لي نايت فيجن. شباب صعبة كلش. النقص هو هنا يا شباب هنا.
والله يا شباب صعبة. هاي شباب حطها يش يو شباب طبعا لقيناها جريدة مكروه من هسه اقول لكم يا شباب طبعا انا ما شفت الماء مش كم بي ما شفت الماء مش كم مرحلة دي هنا أنا هذا أنا بس والله مكروه هذا شو اسمه عشره بس مكروه يا شباب عالسريع لازم أجد جميع الأزرار عالسريع طبعا وأنا كذا زر يلا نجاك مثل هذا القبل لقينا شو أسرع سريع نجاك يلا انت يا عمي طلع وينك وين خاطر وين خاطر قل لي انا جايك طب مكان زاوية جو القاع يا معود يقول انت وين يا خربانة خربانة يا معود يلا حتى نخلص الفيديو يا معود طول علينا الفيديو لكن الشباب ما يحبون الفيديو الطويل ما حاول يمكن الفيديو الطويل حتى نخلص الفيديو اذا تريدون يا شباب حملوا تطبيق ادد شون كتبوا ادد شون يطلع لكم صورة وجهين هيك متطابقات هاي يا شباب ومن عبره تقدرون تدخلون تلقون مابات ونزلوا براحتكم شباب يمكن اقطع لكم الفيديو بعد ما الجي وارجع لكم راح ادور عليه وبنلقي ارجع لكم يا شباب اوكي يا شباب طبعا رجعنا لكم هذا الزر لقيته اوه خلصنا يلا نسوي لكم الختامية حتى تنتظرونا بحلقة جديدة ان شاء الله راح ننزل لكم عن سيرفر او يمكن ها طبعا راح يا شباب راح نسوي اني ونونة واختي جمانة الصغيرة حتى نصور كلياتنا حتى
نصور شنو والله نصور لوك بلوك رئيس. خلنا نسوي ختامية نقول لكم يلا يا شباب لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. حط لايك واشترك بالقناة وما أقول لكم بعد شيء، بس أقول لكم باي باي.